السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اعزائنا الكرام، موعد مباراة الاتحاد والضمك القادمة في الجولة 22 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة. يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره فريق ضمك على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي، وذلك يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية واليمن والعراق، ومن المرتقب نقل المباراة عبر قناة SSC1. فرجة ممتعة أعزائي الكرام.